بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. على طريقه الجوكر وابو يوسف، لما الجوكر كان بيقول لابيو انت مش سالك بس لا مش هتزاولني، عايز تشحنني في اي بيف يحلك مني انا هعيد لك. اساسا فوزي ركع بقى كان عنده مشكله مع وحيد خلوزيتش والاعلام المغربي والجمهور المغربي، لان الناس كلها كانت مركزه مع الحاج فوزي هتمشي وحيد خلوزيتش امتى. بقى الحاج فوزي لازم يمشي وحيد خلوزيتش، خلوزيتش عامل جرائم، خلوزيتش لازم يمشي، خلوزيتش لازم يتعاقب. ما قلتوش اللي حصل ايه؟ خير اللهم اجعله خير. المنتخب المصري يتخانق مع المنتخب المغربي في الممر، ايه بجد والله حصلت ازاي دي؟ طب في فيديوهات موجوده اهي، هننسى بقى موضوع وحيد خلوزيتش صح؟ هننسى موضوع وحيد؟ لا معلش عايزين نمشي وحيد، ما ينسدوش. طب معلش بقى، في اعتداء حصل عليا انا شخصيا من محمود جاد الحارس الرابع لمنتخب مصر، والاخبار دي همشيها وانا كده انا وهنا بريد اصحاب وعادي، يعني المنتخب المصري هينفي واحنا هننفي، بس المهم الناس تسحل معانا الفتره دي وننسى موضوع عم وحيد خلوزيتش خالص، ننسى الكلام على وحيد خلوزيتش خالص بقى يا جماعه، والكلام يموت بقى على وحيد خلوزيتش. لا ما كلتش برضه مع الناس، الناس برضه بتقول لك فين وحيد خلوزيتش ما مشيش ليه؟ طب اعمل لهم ايه تاني؟ طب اطلع يا ابني في ان كان في اي مشاجرات حصلت مع منتخب مصر والحاج فوزي وما اتضربش ولا اي حاجه. طب ما كانش برضه مع الناس، الناس كلها بتسال على عاده وحيد خلوزيتش. طب بص يا جماعه، من الاخر انا متعاقد مع وحيد خلوزيتش وقايل له دول اربعه بالنسبه لك هو الامل وهو المنى للمنتخب المغربي. لما كنا بنتكلم ان المنظومه دي مش منظومه بطولات ولا منظومه جايه تاخد بطولات، طلع فعلا حقيقي. الراجل فعلا عامل عقد وحيد خلوزيتش انك لو وصلت لدول اربعه انت خلاص في غنى عن الاقاله. اداء سيء، اداء جميل، مش مشكلتي، المشكله ان انا توصل معايا دور اربعه، ووصلت دور اربعه مكمل معانا. طب دلوقتي مش وصلت دور اربعه، انا عملت كل الافلام دي كلها عشان الناس تنسى وحيد خلوزيتش، برضو الناس ما نسيتش. فهرجع اقول لكم بقى يا جماعه ان وحيد خلوزيتش مكمل معانا غصب عنكم وغصب عن بوز التخين. الراجل ده يعرف مرتضى منصور، ما هو مرتضى منصور اللي كان بيتعامل مع جمهور الزمالك بالطريقه دي. بص العصفوره ويجي عامل حاجه تانية، هو بسم الله ما شاء الله دخلنا في كل الحوار بتاع الخناقه اللي حصلت دي علشان الناس كلها الازمه بتاع وحيد خلوزيتش. مع ذلك الناس ما نسيتش وعارفه كل الشغل ده، لان الشغل ده انا مؤاخذه يعني تسعيناتي وحصل كتير جدا. فموضوع انك تدخلني في حاجه عشان تنسيني حاجه مش هنساها لك. مشي له وحيد خلوزيتش لو انت مش مقتنع بيه، بس لو انت مقتنع بيه فانت دلوقتي مضطر انك تحط مسيرتك انت كالحاج فوزي معاه في نفس الكفه. فدلوقتي وحيد خلوزيتش لو خايش مفترض انك انت كمان تطلع تستقيل، بس ما اعتقدش انك هتطلع تستقيل ولا اي حاجه. طب هنرجع نتكلم على اللعيبه اللي لازم ترجع. ما انت لو كنت موجود في الممر فده معناه انك فعلا بتضغط على الراجل، ومعناه انك بتتدخل وتاخد صلاحيات فنيه مش بتاعتك. بس حته ان انت تلبسني انا كمنتخب مصر ان انا بلعب بخشونه وتخلي الاعلام المغربي يبلور القصه دي، فباشا هو اللي في افريقيا كده. اما معلش يعني احنا مش رايحين افريقيا نطبطب ولا ندلع ولا جايبين نانسي عجرم معانا، احنا باشا رايحين في افريقيا عارفين ان في مرار طافح. فلو بتقول لي ان انا لعب معاه خشن، لا يا باشا ما تلعبش كوره بقى، اللي هو بسم الله ما شاء الله يعني عمال تعمل كل حاجه علشان الناس كلها تنسى قصه وحيد خلوزيتش. بس انا عايز اقول لك لا، عيب عليك، انا مصري اتعملت عليا قبليك وعديتها بمزاج كتير. فلا معلش يا عم الحاج، وحيد خلوزيتش لازم يمشي، ولازم لو ما مشيتش وحيد خلوزيتش وانت بتتدخل معاه فنيا تقول له عايزين نثبت على تشكيله واحده، تقول له رجع حكيم، نقول له رجع مزراوي، نقول له ان احنا محتاجين نلمها شويه. بس حته انك تقعد ترمي لي حاجات من تحت لتحت عشان انا اروح فيها وانساك، مش هنساك عيب عليك، انا عيبك. اه بقى معلش يعني الناس اللي كانت بتقول لك ايه احنا بنتحمل انتقادات وعادي احنا فير بلاي، وساعد الجد اللي طلع انتقادات اللي طلعت فير بلاي طلع كلها واحد، يعني كلها لازم تتكلم عليها بطريقه ايجابيه، ولو اتكلمت عليها بطريقه سلبيه يبقى مش تبعنا. بس الصراحه يا جماعه دي وجهه نظري في قصه وحيد خلوزيتش، وجهه نظري بعد ما عرفت العقد بتاعه وتفاصيل العقد بتاعه اللي موقع مغربي يسربه. عرفت القصه بتاع منتخب مصر جت منين؟ القصه دي مصدرها الاساسي الحاج فوزي لا اكثر ولا اقل، والقصه بتاعت الكلام على محمود جاد وضرب محمود جاد لفوزي ما صدقها من هنا لاخر المكان عندي هنا في الكاميرا. الفيديو طول مننا، بس والله القصه كلها ما تستاهلش، القصه كلها ان في مسؤول عايز يخلي الناس تروح تتفرج على حاجه بعينه هو بحيث ينسوا هم كانوا عايزين ايه. بس مع الاسف الشديد الناس فعلا راحت تبعت الراجل ان حصل اعتداءات ولعيبه المنتخب المصري لعيبه مش محترمين ولعيبه بلا بلا بلا، ونسيوا هم كانوا جايين يتكلموا في ايه. فاحنا عايزين نفكر الناس هم كانوا جايين يتكلموا في ايه. لو عجبك بقى الفيديو براحتك اعمل لايك او سبسكرايب، لو ما عجبكش الفيديو فبروح كمل مع الحاج انك هيلاقيه بيتكلم على المؤامرات اللي حصلت برضه لخروج المنتخب المغربي.